بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح وفي الأحكام المتعلقة بنكاح الكفار. قلنا بأن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإذا قلنا الصحيح فنستبعد الباطل وهو ما اختل ركنه، ونستبعد الفاسد وهو ما اختل شرطه. وقلنا الأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. فإذا توفرت الشروط والأركان قلنا نكاح صحيح، وإذا اختلت الأركان قلنا نكاح باطل، وإذا اختلت الشروط قلنا نكاح فاسد. ثم بعد ذلك في آخر المطاف بدأنا أو ذكرنا العيوب، عيوب في الرجال وعيوب في النساء. فإذا وجد عيب في الرجل كأن يكون مجبوبا أو عنين، فمن حق المرأة طلب الفسخ. وإذا وجد عيوب في النساء ومنها الرتق والقرن والعفل إلى آخره، فمن حق الرجل أن يطلب التعويض وأن يسترد المهر لأنها غير صالحة له. ثم بعد ذلك بدأنا بباب يتعلق بنكاح الكفار. قلنا إذا أسلموا وجاءوا إلينا لا نتعرض، إذا جاءوا إلينا وهم مسلمين لا نتعرض لأنكحتهم إلا ما لا يجوز بقاؤه، ما لا يجوز بقاؤه، كأن يكون عنده أختين، كأن يكون عنده امرأة وابنتها، أو امرأة وأمها، أو خالتها أو عمتها، كل ذلك لا يجوز الجمع بينهم، فنحن نصحح الوضع. وأما إذا كان تزوجها بدون ولي، أو تزوجها بدون شهود، أو تزوجها بوجود بعض خلل في الأمر، فلا نتعرض له. آخر فقرة: لو أسلم الإنسان وعنده ثمان زوجات، لو أسلم وعنده عشر زوجات كالذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذي عنده ثمان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يمسك أربعا ويفارق الباقي، فهذا لا نقرهم عليه، وإنما نقول اختر منهن أربعة، فإذا أبى حبسناه أو عزرناه حتى يحصل منه الاستجابة فيبقي أربعا ويفارق الباقي، لأنه ليس من حق القاضي أن يفسخها، لأنه قد يفسخ هند والرجل يريد دعد، قد يفسخ دعد والرجل يريد زينب، قد يفسخ زينب والرجل يريد هند، فالزوج هو الذي يفسخ. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فيلزم، فإن أبى حبس أو عزر حتى يعني يتخلص مما زاد على الأربع. الآن سنقرأ ما ذكره المؤلف في من كان عنده أربعة أو أكثر من أربعة، كيف يتصرف؟
نقول أيها الأحباب إن المؤلف ذكر هذا وكتب كتابه قبل 800 عام تقريبا، أما الآن فلا يوجد لدى، لا لم نسمع برجل أسلم وعنده 7 زوجات أو 8 زوجات، قد يكون عنده 1 أو 2 أو 3 أو 4، لكن أكثر من 4 ما سمع، يعني ما ورد في السمع أو ثبت في بأنه حصل، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله. ونقرأ الآن ليكون طالب العلم على معرفة ودراية بالأحكام الشرعية، لأننا قلنا إن هذا الكتاب وهو كتاب الكافي لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في الدراسة وفي البحث وفي الاستقصاء، فلو مر بهم مثل هذا كيف يتصرفون؟ هل يقول القاضي طلقت زينب وهند ودعت وفاطمة وتركت الباقي؟ لا، هو يطلق والحاكم يقره على ما فعل ويقول أجزت ذلك وأمضيته، يمضيه القاضي وهو صادر من الزوج بأنه أبقى فلانة وبأنه تخلص من فلانة، وهكذا لأجل أن تكون المسألة واضحة لا غموض فيها ولا إشكال. ونقرأ ما ذكره المؤلف ثم نتناقش فيما نحتاج فيه إلى مناقشة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والاختيار أن يقول قد اخترت هؤلاء أو نكاح هؤلاء، يعني كيف يختار؟ يقول اخترت زينب وفاطمة وهند ودعت، أو يقول فارقت زينب وفاطمة وهند ودعت، فيصرح بذلك، يصرح بالاختيار ويصرح بالفرقة، فإذا فعل ذلك انتهى، فيكون وظيفة القاضي أن يقول أجزت ذلك وأمضيته، وبذلك يكون الحكم سليما ولا غبار عليه. أما أن يقول القاضي لكاتبه أو لسكرتيره أو لمعاونه اكتب طلاق زينب وهند ودعت وفاطمة، لا، لأنه قد يكون الزوج يريد التي بقيت أو يريد التي فراحت، فلا. لكن قلنا إذا أبى يلزمه حتى يصرح بالأمر، فإذا صرح بالأمر يقول القاضي أجزت ذلك وأمضيته، مثل ما ذكرنا في الإقرار في آخر كلمة في الزاد، إذا أقر قال عندي له مال، عندي لفلان حق، أنا أقول للشيخ تركي عندي لك حق، طيب ما هو هذا الحق؟ يقول لا ما أبينه، لا لازم تبينه وإلا تسجن، لأنك أقررت بوجود حق في ذمتك له فلا بد من إيضاحه. هذا الحق إما أن يقول مثلا عود أراك، وعود الأراك لا يحتاج إلى إعادة، وهذا الحق قد يكون مبالغ كبيرة في الفندق الفلاني في المؤسسة الفلانية، فإذا أقر بحق قيل له أبنه، فإن لم يفعل حبسناه أو عزرناه بما يمكن تعزيره به، لأننا لا نعرف قدره إلا منه. قد يقول عندي له حق، ما هو الحق؟ قال إنه عطس وقال الحمد لله ولم أقل يرحمك الله، ما هو الحق؟ سلم علي ولم أرد عليه، فهذا حق. عندي له حق، ما هو؟ مريض ولم أعوده وكان من الأولى أن أعوده، فلا بد من تبيينه وإيضاحه لنطالبه بما يمكن مطالبته به. نعم. أو أمسكتهن أو نحو ذلك. نعم اقرأ. فصل. والاختيار. والاختيار أن يقول قد اخترت هؤلاء. نعم. أو نكاح هؤلاء. اخترت هؤلاء زينب وفاطمة وهند ودعت، اخترت نكاحهن، نكاح زينب وفاطمة وهند ودعت، اخترت فراق ليلى وليلى ومثلا وزينب وفاطمة إلى آخره، فيبين بالمطلوب ويبين
بالمستغنى عنه. نعم. أو نكاح هؤلاء أو أمسكتهن أو نحو هذا. وإن قال اخترت فسخ نكاح هؤلاء كان اختيارا لغيرهن. نعم كانت العبارة واضحة وقد اختار الغير. نعم. وإن طلق واحدة كان اختيارا لها. إن طلق واحدة كان اختيارا لها لأنه يعني أثبت الطلاق، والطلاق لا يكون إلا للزوج، أي أنه اختارها زوجة له ثم بدا له أن يطلقها، والطلاق لا يكون إلا لمن أخذ بالساق. نعم. لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة. وإن قال فارقت هذه ففيه وجهان، أحدهما يكون اختيارا لنكاحها لأن الفراق طلاق، والثاني يكون فسخا لأن في عندنا طلاق يعد طلقة طلقتين ثلاث، وفي عندنا فسخ، الفسخ لا يعد طلاقا وإنما يعد إنهاء للعلاقة الزوجية، ولا يحسب من الطلاق الذي يحاسب عليه في العدد، بل يسمى فسخ وليس طلاقا. نعم. يكون فسخا لنكاحها واختيارا لغيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك منهن أربعة. يقول أمسك منهن أربعة وفارق الباقي. نعم. وفارق سائرهن، وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحا في ترك نكاحها. وإن وطئ إحداهن، وإن وطئ بعضهن دليل على رغبته في بقائها، عنده مثلا عشر قلنا فارق منهن ست وأبقي أربع، جاء واحدة وجامعها، لما جامع هذه عرفنا أنه يريدها، لأنه إذا كان يريد فراقها فلا يحل له جماعها. نعم. كان اختيارا لها في قياس المذهب. فالجماع دليل، مثل مر بنا فيما يتعلق بالرجعة، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فإنه يحل له أن يراجعها ما دامت شيخ أحمد في العدة، والمراجعة قلنا تكون بأحد أمرين، إما بالقول وإما بالفعل، إما بالقول يقول راجعت زوجتي واشهد يا شيخ أحمد واشهد يا شيخ عبد الله بأني راجعتها، فهو تلفظ بذلك ونطق به، ويكون بالفعل إذا احتضنها، إذا فعل ما يفعله الرجل مع أهله فهذا دليل على أنه عادل عن الطلاق وأنه يريد إعادتها. نعم. كان اختيارا لها في قياس المذهب، كما لو وطئ الجارية المعيبة في مدة الخيار. وإن لو شيخ صديق وش معناها يا بني كما لو وطئ الجارية المعيبة في الخيار؟ نعم انتبه له يا شيخ، انتبه له الشيخ صديق، الشيخ بكى يسمع منك. يلا اشترى جارية، الآن ما عندنا جواري، لكن لو يعني لو وقت الجواري الجارية أو الأمة يعني أو أم الولد، قلنا أم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، فالرجل اشترى جارية وبعدين الخيار أحسن، اشترى جارية وقالنا بالخيار اليوم الخميس الليلة هذه الخميس إلى بعد صلاة الجمعة أنا بالخيار، وبعدين في عيب، وش العيب هذا؟ لا يا رجال ما فيها عيب ولا شيء، ما فيها عيب يا شيخ صديق، لا سلامات ما فيها عيب، وش نقل العيب هذا؟ كبيرة ولا صغيرة ولا متينة ولا لا لا لا، اقرأ العبارة يا محمد اقرأ العبارة. وإن وطئ إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب، كما لو وطئ الجارية المعيبة
في مدة الخيار كما لو وطئ الجارية المعيبة المبيعة وليست المعيبة المبيعة اشترى جارية هو وقال لي شرط اني الى يوم الجمعة بالاختيار كذا بعدين بالليل شافه واعجبته وقعها هل يثبت خياره؟ لا انتهى الخيار لان المجامعة دليل على الرضا وانه موافق كما لو يعني جامعها في وقت الخيار فهذا يسقط خياره احسنت نعم وان آل او ظاهر منها لم يكن اختيارا لها لانه يصح في غير زوجه وان آل وش معنى آل يا شيخ علي نعم حلف وكيف ما هو الإيلة يا بني حلف ألا يواقعها 6 أشهر كيف نتعامل معه أحسنت يعني نحاول في الشهر الأول يقول ابن حلال غير رأيك يقول لا في الشهر الثاني قال لا في الشهر الثالث قال لا في الشهر الرابع قال نقول خلاص الآن أنت بالخيار إما أن تفيء فإن فاءوا في الآية إما أن تفيء بمعنى ترجع وإما أن تطلق ونرتاح من المشاكل وإما أن نطلق عنك ونريحها لأن عندنا قاعدة من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار وأنت تريد الإضرار بها وقد يكون عملك هذا يوقعها في المحظور والفتنة نعم أقرأ العبارة وإن آل أو ظاهر منها لم يكن اختيارا لها لأنه يصح في غير زوجة أو ظاهر لو قال لها أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي أو كيد حماتي أو كذا كل هذا يعتبر ظهار والظهار الذي ظاهره من قلنا هلال ابنه من هو الذي ظاهر عبادة بن الصامت مع زوجته من هو الذي ظاهر وجاءت إلى نعم أوس بن الصامت أحسنت وهو أوس أخو عبادة و زوجته خولة بنت ثعلبة تنازعه إياه وقال لا أنت علي كظهر أمي وكان هذا يعد طلاقا فالمرأة تأثرت تأثرا بالغا من هذه الكلمة وقالت أشكو إلى الله ضعفي وأشكو إلى الله مسكنتي وصبية صغارا أولاد صغيرين إن أخذتهم معي ضاعوا وإن تركتهم عنده جاعوا فسمع الله كلامها من فوق 7 سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فهذا هو الظهار فالظهار كان في السابق طلاقا ثم بعد ذلك صار غير طلاق وإنما على الإنسان أن يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين ويحتمل أنه اختيار لها لأنه لا يؤثر إلا في زوجة فإن طلق الجميع أقرع بينهن فإذا وقعت القرعة على 4 منهن القرعة مصدر من المصادر التي يحل بها كثير من الأمور فالصحابة رضوان الله عليهم حصل بينهم تنازع وتشاح في الأذان متى يا شيخ صديق متى يا شيخ عثمان في القادسية بقيادة سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا من يؤذن كل يقول أنا اللي بأذن ونعرف أن هنا ضوابط للأذان منها أن يكون الواحد أمين ومنها أن يكون الواحد عارف في الوقت ومنها أن يكون صيد ومنها أن يكون
بعدين من يرضى الجيران، الجيران قالوا كلهم والله ناس أخيار كلهم ما لنا عليهم أي ملاحظة. فما كان من سعد رضي الله عنه إلا أن أقرع بينهم، ومن أصابته القرعة يتولى الأذان لأنه حازها بتوفيق من الله عز وجل وأصابته القرعة. لأنه لو قلنا مثلا من الضوابط أن يكون أمين كلهم أمنا، ومن الضوابط أن يكون صيت كلهم أصواتهم عالية، ومن الضوابط أن يكون لديهم علم وإلمام ومعرفة بالوقت كلهم كذلك. لكن ومن يختاره الجيران؟ قالوا والله كلهم على ما على الوجه الأكمل. فما كان من سعد رضي الله عنه في القادسية إلا أن أقرع بينهم، فحينما تشاحوا أقرع بينهم، فمن أصابته القرعة كان هو المخول. وهنا يقرع بينهن، من أصابت القرعة بقيت ومن لم تصبها تغادر. نعم. فإن طلق الجميع أقرع بينهن، فإذا وقعت القرعة على أربع منهن فهن المختارات، فيقع طلاقه بهن وينفسخ طلاق البواقي، وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عدة المطلقات. نعم. بعد انقضاء عدة المطلقات. وإن أسلم قبلهن وقال كلما أسلمت واحدة منهن فقد اخترتها أو فقد فسخت نكاحها لم يصح، لأن الاختيار والفسخ لا يصح تعليقه على شرط ولا على غير معين، لأنه كالعقد، ولأن الفسخ إنما يستحق فيما زاد على الأربع، وقد يجوز ألا يسلم أكثر من أربع. وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق، ففيه وجهان: أحدهما يصح، لأن الطلاق يصح تعليقه على شرط، وكلما أسلمت واحدة طلقت وكان اختيارا لها. والثاني لا يصح، لأنه يتضمن الاختيار الذي لا يصح تعليقه بالشرط. وإن قال اخترت فلانة أو فسخت نكاحها قبل إسلامها لم يصح، لأنه ليس بوقت الاختيار ولا فسخ. وإن طلقها كان موقوفا إن أسلمت، تبين وقوع طلاقه، وإلا فلا. وإن وطئ واحدة فأسلمت في عدتها، تبين أنه وطئ زوجته، وإن لم تسلم فقد وطئ أجنبية. وإن طلق الجميع فأسلمن في العدة، أمر باختيار أربع منهن، فيتبين وقوع طلاقه بهن، ويعتددن من حين طلاقه، وبان سائرهن بغير طلاق. فصل. وإن أسلم عبد وتحته أكثر من العبد لا يجوز أن يتزوج أكثر من اثنتين، لا يجوز أن يتزوج ثلاث ولا أربع. الحر يمكن أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع ولا يزيد عليها. وأما الرقيق والعبد هو الرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. إذا قيل لنا ما هو الرقيق، نقول الرقيق أو الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وكان في السابق هناك أرقاء، إلا أن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء وقالت من يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس أرقاء وأصبحوا كلهم أحرار وليس فيهم رقيق. وعجبني قول الشاعر: والحر والعبد حر من تخلقه، والحر من شهواته عبد، والعبد حر
من تخلقه إذا اخترق يعني عمل الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة، والحر من شهواته إذا أتبع نفسه هواها، والحر من شهواته عبد. وهناك أيضا مقولة بأن الحر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قانع، إذا استعمل القناعة. فالإنسان بأخلاقه وبسجاياه الفاضلة وأخلاقه الحميدة، فهنا يقول إذا أسلم وعنده أكثر من اثنتين، يمكن يكون عنده واحدة ويمكن يكون عنده اثنتين، واشترطنا في السابق برضا سيده، لابد أن يكون السيد موافق، لأنه سيكون عليه التزامات مالية للسيد. السيد يلزم أن يؤمن له سكن وعلاج وله ولأطفاله ولنسائه، فلا يكون عنده أكثر من اثنتين. فيقول لو أسلم وعنده أكثر من اثنتين فما الحكم؟ نعم. وإن أسلم عبد وتحته أكثر من اثنتين فأسلمنا معه، لزمه اختيار اثنتين لأنهما في حقه كالأربع في حق الحر، فإن عتق قبل الاختيار لم يجز له الزيادة على اثنتين لأنه ثبت له الاختيار وهو عبد. وإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم لزمه نكاح أربع، لأنه في وقت الاختيار ممن له نكاح أربع. فصل. ومن أسلم وتحته أختان، يعني عنده ثنتين خوات من الأم والأب، أو خوات من الأم أو خوات من الأب، هذا لو أسلم وعنده من هذا النوع فيفرق بينهم ولا يجاز بأن يجمع بين أختين، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. نعم. لزمه أن يختار إحداهما، لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت مقصود، يعني إذا يجمع، ما هو مقصود يجمع بينهم في بيت واحد أو يجمع بينهم في شقة واحدة أو في فيه أيضا تكون قد تكون من الطرف شخص تزوج نقول من الشمال ثم بعد ذلك تزوج من الجنوب، وإذا به تزوج أختها، فقالوا له بعض الناس أنت جمعت بين الأختين والجمع بين الأختين لا يجوز بحال من الأحوال. كلا أنا أعرف، لست جاهلا، هذه في بلد كذا وهذه في بلد كذا، هذه في الشمال وهذه في الجنوب، ولا أجمع. فالمقصود بالجمع أن يجتمعن في عصمته، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، ولو يعني حصل هذا فيلزم التفريق. وأنا أذكر أنه مر بي قضية، إنسان يعني كانت عنده زوجة وقد أحضرها من بلاد بعيدة ورزق أطفال، في لما كانت القضية أمامي أظن الأطفال مدري 7 ولا 8، فاحتاجوا إلى من يساعدهم، احتاجت زوجته إلى من يساعدها، فأشارت إلي أن يحضر بنت أخيها لأن هذه عمته، زوجة الرجل عمته، فأحضروا بنت الأخ وكانت في ريعان الشباب، وأخذوا وكالة من أهلها أنهم إذا جاء الكفء يزوجوها، فما كان من الرجل إلا أن تعلق بها، ثم ذهب وعقد عليها بموجب الوكالة اللي معه. فالجيران أخبروا، أتوا عندنا في المحكمة، وهذا خارج المملكة، خارج المملكة، فقلنا كيف العمل هذا؟ إنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. قال لنا طيب زوجتي ما ريدها، أبطلقها وبقى الثاني هذه. قلنا حتى هذا إذا كان الأمر كذلك لابد من طلاق الزوجة وانتهاء العدة كاملة، ثم يمكن للإنسان أن يتصرف تصرفا ثانيا. فالشريعة تضمنت الخير وتضمنت ما فيه سعادة الجميع. نعم. لما روى الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان،
قال طلق أيهما شئت، رواه أبو داود. ولأن الجمع بينهما محرم بين الأختين فأشبه الزيادة على الأربع، الزيادة على الأربع يعني خمسة وستة. نعم. وهذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأن جمعهما محرم، وإن أسلم وتحته امرأة وبنتها بنتها من زوج سابق. نعم. ولم يدخل بالأم إن فسخ نكاحها، ولم يدخل بالأم إن فسخ نكاحها، لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها، وثبت نكاح بنتها لأنها لا تحرم قبل الدخول بأمها، وإن كان قد دخل بالأم انفسخ نكاح الجميع، انفسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد. نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه الدرر إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد وهو يوم الخميس فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد، ثم الجمعة والسبت إجازة كما هو متبع، والأحد نرجع لكتابنا لإكمال هذه المسائل. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. في درس سابق أيها الأحباب، في درس سابق عرضت مسألة. إنسان يعني حصل اعتداء من زوج على زوجته وتم قتلها، وزوجة قامت بقتل زوجها، فهل يجب القصاص بينهما أو كيف العمل؟ أعيد السؤال مرة أخرى، وقد وكلت بحث المسألة قدنا الشيخ تركي. أنا مر بي قضيتين، قضية هنا في مكة وقضية في خارج المملكة. امرأة قامت بقتل زوجها، وفي مكة رجل أخذ واير كهرباء وكذا ضرب المرأة حتى ماتت، يعني شيء قاتل. فهل يجب قصاص في الأولى أو في الثانية أو فيهما جميعا؟ القضية يعني هما سواء ولا بينهم فرق؟ نعم، كلاهما سواء. لا تحتاج إلى تفكير. هذا أحد الإخوان ذكر مسألة فرضية، يقول توفي رجل عن إخوة لأم، أخ وأختين من الأم، ولا وارث لهم ولا وارث له غيرهم، يعني الإخوة من الأم ذكر وأنثيين، أخ وأختين. نقول الإخوة من الأم لهم الثلث والباقي لأقرب رجل ذكر. الإخوة من الأم لو كان واحد لقلنا له السدس، لكن ما داموا ثلاثة أو اثنين أو خمسة نقول لهم الثلث، وما بقي فلأقرب رجل ذكر. أحد الإخوان يسأل يقول ما الفسخ؟ الفسخ يقول القاضي فسخت نكاحها للضرر، فسخت نكاحها كذا، ولا يعد طلاقا، وإنما عليها أن تعتد وتزوج بعد هذا ولا يعد. لكن لو رجع لها بعد خمس سنين عشر سنين بعد ما مات الزوج أو شيء، لو رجع ما يعتبر أنه هذا يحسب عليهم الطلاق. يقول ما المعنى المسخ؟ الفسخ نقول الفسخ هو حل عقد الزواج، يعني المرأة تذهب بسبيلها والرجل يذهب لأجل المصلحة، لأن بقاءها فيه ضرر، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار. وهل للمرأة الفسخ متى شاءت؟ لا، القاضي هو الذي يفسخها، القاضي هو الذي يتولى ذلك، وإلا ليس لها أن تفسخ. يقول السائل هل يعتبر أخذ موافقة إمارة المنطقة على النكاح شرط في صحة النكاح؟ نقول إمارة المنطقة خولها ولي الأمر فيما فيه المصلحة، فهم ينظرون في الموضوع، وهل الرجل هذا ملائم لهذه البنت؟ هل الرجل مناسب لها؟ هل هي مناسبة له؟ فيجيزون ذلك. وأما إذا ما يعني ما عملنا بهذا الشرط قد يدخل يعني يبدأ الزواج وبعد ساعات
تقوم بينهما الفتنة ويقوم بينهما الشجار. فموافقة الإمارة لأجل ديمومة الزواج وسلامته. إذا طلق ليلى وتزوج فاطمة نقول لا مانع، إذا طلق ليلى وانتهت عدتها وتزوج أختها فلا حرج. قد تكون البنت غير راغبة، قد يكون هو غير راغب فيها، وفي أختها من الصفات ما لا يوجد فيها، فإذا لكن ما دامت الزوجة في عصمته فلا، وإذا انتهت العدة فيمكن أن يتقدم لأختها. يقول الأخ الكريم، يقول إني في رمضان الفائت كنت نائم وبجوار زوجتي فحصل مداعبة وحصل إنزال، فقضيت رمضان وماذا علي؟ نقول إذا حصل يعني جماع، حصل تغييب الحسفة، فهذا فيه كفارة، والكفارة عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. لكن إذا كان مجرد مداعبة وإنزال نقول فسد الصيام وعليك قضاء يوم واحد، يوم واحد، لأنه في جهة وهي في جهة وحصلت المداعبة والإنزال. يقول السائل الكريم، يقول كانت زوجتي مريضة في رمضان من آثار الحمل ولم تصم بعد، ولم تصم بعض أيام، وجاء رمضان الثاني وهي مرضعة، ماذا تفعل؟ نقول إذا كانت قادرة على الصيام يجب عليها الصيام، وإذا ما كانت غير قادرة فبعد رمضان الجديد هذا تصوم وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، تقضي الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين. يقول السائل الكريم، بأن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ووقع بينهما خلاف، وقالوا له، وقال له أهل الزوجة نفسخ العقد وهو لم يتلفظ بالطلاق، وبعد مدة زوجوها، مثل هذه تحتاج إلى القضاء، لأنه إذا قد التقى بها، قد اجتمع وياها في مكان واحد، إذا يعني أغلق بابا وأرخى سترا فله أحكام، فمثل هذه تحتاج إلى القضاء. يقول إذا اشترطت المرأة لا يتزوج عليها، نقول هذا شرط فيه مصلحة للمرأة ومما يخصها، مثل لو اشترطت أن يسكنها بيت وضعه كذا، لو اشترطت ألا ينقلها من مكة، لو اشترطت أن يشتري لها سيارة، لو اشترطت يعني شروط تصل، فهذا يهمها إذا اشترطت ألا يتزوج عليها، وبعض الأئمة لا يراه، وإذا حصل شيء من هذا فالقاضي يجتهد فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.